نفسي. شيرز شيرز. تحب تسمع مزيكا؟ تحب؟ يا ريت. حالا. ايه ده؟ تبقيت هنا رحمة؟ بابا اعصابه تعبانة من اللي حصل، خفت عليه قلت ابات معاه النهارده. طب قولي لي تتعشيتي؟ لا ماليش نفس. هو ايه اللي مالكيش نفس؟ انا ميت من الجوع. طب يلا تعالى هحضر لك احلى عشاء. شرط انك تاكلي معايا. خليني اشوف. قولي لي صحيح ماجد عامل ايه دلوقتي؟ من ساعة اللي حصل وهو حابس نفسه في فيلا مش بيخرج خالص. ربنا يعينه. طب وناويين تعملوا ايه في المحل يا رحمة؟ هيرجع احسن من مكان. ازاي بقى؟ ابراهيم قال لي هرجعه لك احسن من مكانه في خلال اسبوع. ربنا يعينكم. ان شاء الله يا رب. ها ناوي تاكل ايه؟ اي حاجه من ايدك. طب تعالى هعمل لك احلى عشاء. عرفت المكنه اللي جايه ده هيركب في قد ايه؟
لا لسه. طب شوفي يا ستي بقى، المكن اللي جاي ده عباره عن 4 خطوط انتاج. كل خط انتاج بياخد من 2.5 يومين لثلاث ايام تركيب. يعني كده محتاجين 12 يوم. قولي 13 يوم بالاجازه وعايزين اسبوع كمان تجارب، يعني 20 يوم. طب والعمال؟ كل خط انتاج عليه 6 عمال. بعد اذنك يا حاج اشوف الموظفين اللي جوه. طيب يا سليم. العمال دول طبعا اتعينوا قبل المكن ما يركب وهيحضروا التركيب. طيب هما دول في ورديه واحده؟ اه. يعني اجمالي عدد الصنايعيه 24، في ورديتين يبقوا 48. 12 احتياطي؟ ايه ده؟ يبقوا 60، ده كتير قوي. هقول لك على حاجه ما تضحكش عليا. ايه؟ انا خايفه قوي. كويس، الخوف ده كويس. ده معناه انك بتقدري المسؤوليه. المسؤوليه امانه. ولا انت فاكره لو انا شايفك مش قد المسؤوليه هشيلها لك؟ ايوه يا حاج برضه، بس يعني الحاجات اللي انا اشتغلتها قبل كده كان عندي خبره فيها، المستشفى، المحل، حتى المشغل ما كنتش حاسه ان في حاجه صعبه، ولما اشتغلت معاك كمان في السرجه ما كانتش حاجه غريبه عليا. بس هنا مصنع وعمال وموظفين، مسؤوليه كبيره قوي. انا لما شفتك وانت بتشتغلي معايا لقيتك من النوع اللي هو بيعتبر نفسه فرد في العمل زيه زي اي حد، مهما كانت المسؤوليه بتاعته، وسواء كان رئيس او مرؤوس. وده اللي انا بسميه النوع الممتاز من العمال، اللي هو احساسه بالبشر اللي حواليه بيبقى عالي جدا. ياه، كل الحاجات دي لقيتها فيا؟ واكتر كمان. واكتر كمان؟ ازاي يعني؟ انا كل اللي اشتغلوا معايا كنت براقبهم كويس، لكن عمري ما قلت لواحد او واحده فيهم اي حاجه. الشخص الوحيد اللي كنت بقول له فردوس الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. وانا عندك زيها؟ لا، انت غيرها خالص. انا ربنا رزقني بيكي في وقت صعب جدا في حياتي، وقت كنت محتاج فيه زوجه احبها واثق فيها تشاركني في الحياه وتشيل المسؤوليه معايا. وانا كمان بحبك قوي يا ابراهيم. خلاص بقى، خلي شويه للبيت، يلا نشتغل. طيب. تمام يا فندم. امسك يا ابني. هتقول لي بالظبط مين اللي حرق المحل فيكم ومين اللي بعتكم؟ فضل محروق من الست اللي رفضته، وخصوصا انها راحت اتجوزت ابراهيم الطيب، وطبعا هو بغبائه وتفكيره المحدود راح اجر شويه عيال مسجلين خطر واداهم شويه فلوس وراحوا حرقوا المحل بتاع الست دي. مش ممكن، انا ما شفتش حيوان بالطريقه دي يضيع كل اللي بناه علشان جوازه باظت. سعادتك دلوقتي شايف نعمل ايه؟ لو كان اذكى شويه كنت قلت لك خلينا نديله فرصه ونحاول نساعده، لكن لا، ده غبي وما يتضمنش وممكن يرطرط بكلامه ويجيب سيرتنا. طيب اوامر سعادتك. تطلعه على اول طياره مسافره لندن، فاهم؟ حاضر يا فندم. تعبت نفسك يا حاج، كنت جيت لك انا. مفيش فرق يا حاج، المهم نقعد مع بعض. طيب طمني، حصل ايه؟ رحت له امبارح وقعدنا قعده طويله قوي، بس الخلاصه عندك. حسيت كده ان هو متضايق منك قوي، بس انا شايف لو انت رحت له يمكن الموضوع يتحل. يعني هو طلب منك ده؟ هو قاعد يلف عليا زي التعبان، بس انا ما مسكتش عليه حاجه. بس انا حاسس انت لو رحت له هيهدى شويه من ناحيتك. طب قدر رحت له ولا حصلش وقاعد يلف ويدور تاني، وفيها ايه؟ ما خسرناش حاجه، على الاقل يبقى قفلنا الباب ده بالضبه والمفتاح. تقيل عليا قوي يا حاج فتحي اني اروح للراجل الساوي ده. فكر وقرر، انا رحت له عشان خاطرك، مع اني انا ما بقبلش عقدته ابدا. انا عارف والله يا حاج، عارف انك عملت لي اللي ما عملتهوش لنفسك. المهم يجي الفايده يا حاج. خلاص، امري الى الله. هروح له عشان خاطر الرجاله اللي مستنيه دي المصنع يفتح واللي فيه الخير يقدمه ربنا.